يثير تصاعد الخطاب الطائفي في الحملات الدعائيه لاحزاب السلطه في العراق للترويج لانتخابات مجالس المحافظات المقرره في الثامن عشر من الشهر الجاري المخاوف من تاثيراته وانعكاساته المجتمعيه وسط تاكيد ان ذلك مرده الى تراجع شعبيه تلك الاحزاب ومع التطورات التي تشهدها الساحه السياسيه في العراق المتمثله باتساع دائره المقاطعه للانتخابات لجات قوى الاطار التنسيقي الى تكثيف حملاتها الانتخابيه في مناطق تظن ان لها نفوذا فيها مع الضرب على وتر الطائفيه في التحشيد الانتخابي وتعد عبارات مثل اختلال التوازن والمكون الاكبر وتجربه الحكم الديني الاكثر رواجا اثناء المؤتمرات الانتخابيه التي تجريها قيادات الاطار التنسيقي المقربه من ايران فزعيم ميليشيا بدر هادي العامري ومن مؤتمر انتخابي له في المثنى قال ان انتخابات المحافظات هي تحد حقيقي للعمليه السياسيه مشيدا بتاسيس ما سماه التشكيل الجهادي في العراق في اشاره منه لميليشيات الحشد التي ابتلعت البلد. اما المالكي واثناء تجمع انتخابي للترويج لائتلافه قال ان الغياب عن الانتخابات سيسبب خللا في التوازن بين المكونات. راي وافقه فيه عمار الحكيم الذي رفض دعوه الصدر بعدم المشاركه لكونها ستفرز نتائج غير متوازنه حسب قوله يمنع الناس من المشاركه عليه ان يتحمل تبعات اختلال التوازن ترويج الاطار التنسيقي لمخاوفه من المقاطعه الشعبيه للانتخابات عدها مراقبون مجرد مسرحيه هزليه تحاول احزاب السلطه الايهام من خلالها بوجود ديمقراطيه تفرزها صناديق الاقتراع رغم التزوير وشراء الذمم فضلا عن اعتراف مفوضيه الانتخابات نفسها بان النتائج ستعتمد مهما بلغت ضآله نسبه المشاركه فيها.